السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب وصبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة ويوم جديد إن شاء الله. خلينا نروح نشوف على المزارع وعلى المحاصيل تبعتنا. أيوه طافي خلاص. طيب شلونكم يا شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله منيحين، إن شاء الله كويسين. رجعنا لكم بعد سحب أساسك اليوم، لا فيديو بس ولا أتأخر عليكم على ذلك. المهم خلينا نكمل بالفيديو وإن شاء الله إن شاء الله هالمرة لانه بصراحة عم بعمل شيء قولكم ليش انا عم بسحب. هو ما عم بسحب، انا بارد، ما عندي مشكلة يعني، كنت فاضي بس، ولكن كنت عم بعمل شيء لكم، شيء جدا بمبسطك وجميل، وهو لي صراحة مو بس لكم يعني، يعني هو يعني فايدة متبادلة مثل ما يقولوا. تمام، الشيء اللي عم بعمله راح تشوفوه بعد يمكن اسبوع اسبوعين بس خلصوا، يعني هلا لساتي عم بجري عم بشتغل عليه، بس خلصته ان شاء الله راح تشوفوا شيء بومبستك مفيد جدا 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 لكم بكل الاصعدة، يعني بمجتمع الجيمنج هو مفيد ومفيد لالي. تمام، فان شاء الله راح اعرضه عليكم بعد كم يوم، فهو سبب هذا السحبة. وهلا خلينا نكمل اللعبة، وطبعا تفاصيل كتير ما راح احكي عليها، بحكي لكم عليها ان شاء الله لما يكون جاهز. تمام، او بما اعلن لكم عليه، جزء الفيديو الجاي انزل احكي لكم كلكم انه الشغل صار تمام، وجوز بعد اسبوع، جوز بعد اسبوعين، بس لا مو اكتر من اسبوع، مو اكتر من اسبوعين، لانه اكتر من 70% من الشغل خالص. وطبعا رح اغير كتير شيء بالقناة رح تشوفوها، يعني ما شفتوا انتو شغلات تغيرت بالقناة ونزل فيديو فعرفوا انه في شيء جديد نزل. تمام، you understand me، you understand me. تمام، هلا هون انا حرست الارض فرحناها، هلا بدنا نحطها يوم ان شاء الله. يوم نزلت ولازم نغطيهم بعدين فايتين. المهم هلا بدنا نبلش نزرع. يا عجب، ما سمعت مو؟ اي ما سمعت، ما سمعت. هوي الاثنين صح. هلا المشكلة شلون بدنا نلف؟ طيب خلينا نلف اول شيء، نعرض نلف هيك على طول الارض اول شيء. اشتعل الله. عشان نعرف وين بدنا نوصل. هلا لو ما فتحت فتحة ثانية مصيبة، بس لازم تفتح. لا والله ما فتحت، معناته هي شوفوا تاكل وقت لحتى تصير على الساوي بين وراي، بس اتوقع لها صارت ساوي هيك. ايوه بس خلي بالها عيني على التراكتور من ورا. شوفوا بطلع الدولاب على اليسار، اذا ماشي نظامي ما تغير، فاذا الشغل تمام تمام، الشغل تمام تمام. هلا بنروح على التراكتور الثاني. هو على اساس اليوم انا مفكر اشتري تراكتور، بس مصاري ما في، بدي اشتري واحد ثاني مشان نخفف الضغط، بده يكون مثل هذيك، لان هذا جيد جدا. بس هسه احنا بنسوي الشغل، نجيب واحد للشغل نستفيد منه بغير شيء، هذا بنضل هيك للعربيه هي نيسا. طيب بدنا نروح نجيب حيوانات اليوم. صحيح بدنا نروح نجيب حيوانات. طب خليني افصل هاي هون. ايوه نروح استاجر ولا اشتري؟ استاجر استاجر، لاني ما اشتري غير مره واحده بس. راح استاجر تريلا نروح بنجيب حيوانات، نبلش نصف عنا بالحيوانات المزرعه. طبعا راح نبلش باكثر اشي مربح اللي هو الحصن. ليش؟ لان البقر يعذب شوي، الحصن ما بده بس هدات الاكل خالص. فرح نبلش اول شيء بالحصن، حصن على الشوب نشتري. هلا في نوعين تريلتين، ايش نشتري؟ التريلا هي ولا هذيك؟ ما بعرف، هلا بنشوف فرجيكم اياها. هلا في تريلتين، في هي التريلا، لا مو هي، في هي التريلا وفي هي التريلا. هلا هي التريلا شو بدها اجرها؟ نطلع الاجر، نطلع السعر. شوف هي 15000 هي 28000، لا والله بعض من 15000 اشرف لي. هلا اذا استاجرناها كم يوم بدنا نستاجرها؟ عجب. هلا على الاجر 750، لا والله انا هذا اجار يا معلم، لان هي شغلها مره واحده وخالصين، ليش انا اشتري واوجع راسي؟ تمام، اشترينا التريلا. طبعا هي مود انا مشتريها، طبعا ما بعرف شو بتكون فيكم. الان الى المتجر. طب وين المتجر صحيح؟ خلينا نشوف على الخريطه طول بالك. المتجر حيوانات، ايوه نطلع ساوي لفوق للاخير. تمام للاخير. طب ايش بدنا نشتري؟ بدنا نشتري حصن. ايش بدنا نشتري؟ بدنا نشتري حصن. يب نشتري حصن، بس كم حصن اجى على المزرعة؟ طول بالك.
خليني اشوف المزرعة مالتي كم حصان تشي. هاي للهورس بتشي 16 حصان، تمام. هاي بتشي 250 خروف، هاي بتشيل 200 بقرة، هاي بتشيل 300 خنزير. خلينا نكتبهم على جنب لاني دايما انا بنسى هاي الارقام. هلا في شغلة، صح مزبوط، انا فكرت هاي 900 ألف، تمام. افضل شيء طبعا حصن بدون رعاية يومية، بس انا ايش عامل؟ حضركم حاطط مود هو لحاله يروح يضرب بالحصن، فلذلك الحصن اربح شيء، يعني باربع خمس ايام بصير حقهم بدوبل. هلا البقر افضل والخوارف افضل، بس يعني مش بنساوي الحصن اسرع، مربحهم اسرع. يا رب تاكلنا بعشقة بالله. خلينا نرجع الحصن تبعونا، ناخذهم على المزرعة ونحطهم ونبلش نشتغل فيهم. ايش في الكمبيوتر هذا؟ شو عم بصير معه؟ تارب 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 بلا 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 بلا، وانت اللي قلت عني كلام. وين تبيت تحصل؟ هلا وين تحصل؟ يمكن تبيت على اليمين. فول صارت، هلا صارت فول. طيب بجيكي بس ثواني، بس خليني احط وين مكان التفريغ على ما تفتح هون. يا تعين سيني حط، يا الله غلطة هاي. صلي يا يوم، نسينا بدنا نجيب اكل ومي، انا هدول كتار اللي صاروا. طيب نروح بناخذ اول شيء مكمل تفريغ هاي التريلا، بس يعني والله يشوف صراحة يعني روحة ورجعت وردت رايح مرات، يعني حمل الواحد بيشيل، يعني انتو شلون يعني شي كمية ضخمة. ما اخذ مستاجر ماكينات موشفة، ما غاب انا ماني مستاجر ماكينات، انا مستاجر ماكينات هون. طب تعالوا نشوف في عقود شي، عقد قطن، عقد القطن اربح شي. هلا هذا وين نفضيه؟ بالور هاوس، الور هاوس مو هاد؟ يس هذا هو نفسه. طب طور لي هون، ما في هيك عقد قطن ناضو؟ قطن حصرا، قطن غير قطن ماني مصلحة. هلا شوفوا بالارض رقم 45، بس هي والله في الاستاكل كتير ماني مصلحة. هلا شوفوا مثل هذا العقد كويس، ايش رايكم ناخذه هو ماكيناته؟ رقم الارض 12 مستفيد من تريلته. هلا والسيارة احسن ما نضلها متعذب بالش اسمه، يس ناخذه مشان سببين. السبب الاول اني اخلص من اريح التراكتور تبعي اول شيء، ثاني شيء ناخذ عقد ثاني، عرفت شلون؟ اخذ الحصاد اشغلها بالارض تبعه، او في عندي انا ارض صحي ثاني كمان بشغلها بالارض الثاني، يعني في عندي انا ارض ثاني يعني بشغل ثلاث حصاد في فيهاش بشغل حصاد، فيكون احنا هيك مستاجرين معده وحده لثلاث اراضي. شو ده؟ بس هذا واقف ليش؟ ولا شغال صاحبنا؟ والله شكله شغال، تمام. يعني هلا بدنا نبلش نعبي لهم مواد، بدنا نعبي لهم ألف شغله، فلازم بنحاول نفضي شوي نخفف. بعدين لا تنسوا عم تجونا خمسينات وآلافات، يعني الحلوه بهي الماب انه المصاري او العقود اللي عم بشتغلها لقمتها كبيره، عرفت شنو؟ صح بتطول وقت، يعني بتاخذ وقت معي، بس بنفس الوقت رح تجيني مبالغ كويسه، فهذا يساعدني انه احسن الارض من دون ما اروح اسوي هيك مصاري او اجيب مصاري بطريقه غير شرعيه، عرفت شنو؟ فبكون هيك افضل. معلم 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 معلم، خليني ادبلك، اذا انت بالتاكسي وانا بدي ادبلك بالشحن.
مين قدامك يتكلم؟ أصلنا معلم. تمام، وين مكان التفريغ؟ مكان التفريغ، أيوة فرق معلم. خليني بس أروح أفضيها وأرجع لك ثواني بس عشان أصلي. هي كده خربت بين حصات وحصات اللعبة على فكرة. بس والله يا معلم ما دورت كتير برضه. أعطيني إيدك معلم. كنا نكبس سيد الشغل شفت 4 دكات. شفت 4 بنوحد السرعة. بالفيديو الماضي شرحت لكم عليها بس صار في مشكلة فحذفت هذا. على عرفكم شفت 4 هو مو شفت 4 في مود تنزله بعدين تقول شفت 4 طبعا بيوحد السرعة عشان ما تضل على الجرس. هيك صار في الحلقة عليها صار. اشي شفت 4 ما فهمت. شفت 4 بوحد الحركة معه تماما. ورا يا عمو انت. فصل خلص. فصل عمو. طيب تمام، خلينا نروح نكمل بالحصاله هي تبعتي. تمام اوكي. وين كان عقدوها نسيت. العقد وين كان؟ خربطنا. هاي بدي افتح انا اشوف العقد وين كان. نسيت انا العقد بالارض رقم 12 بس ما تكونوا بعيدة. هاي واو ضخمة يا الله. فخندس الارض هي عندي وهي ما تخلص. يلا عادي انتوا لازم اعطيني حصادتين مو حصادة. ما بتكفي هذا يا حبيبي. الأرض كبيرة مرة ضخمة حتى مو بس كبيرة. إن شاء الله كمان يكون المحصول تبعه فاصولية. فايش المحصول تبعه؟ كلون. كل واحد زي على شكل. نعم يعني لو موحدين. هي الأرض على اليسار حبيبي. وين راحت؟ الأرض ليك بدنا نشتغل فيها. لو كلهم زارعين نفس الاشي كان ايزي ايزي. يعني لو انه زارع فاصوليا وزارع نفس المحصول كان ايش عملت انا؟ شغلت الحصادات اللي سوا بفضي منهم بفضي لواحد وبس خلص بفضي للتاني. يسر معلم نرجع لك بعد شي ساعة. انت مصيبة هيك على فكرة. مصيبة مصيبة كبيرة. ايش المصيبة اللي معك؟ المصيبة اللي هي يا صديقي انا ما بقولك شي. المصيبة تبعتك المصيبة انه شو بدنا نلحق هلا الفاصولية ما تاخذ حكي مو معناته. خلينا نحطها جنبها. الفاصولية حجمها أصغر شيء. الكلون بياخذ حجم جدا كبير بس نفس الشيء لازم. يعني هو أرضه لو إنه تاخذ أكثر من هيك كان جيب لي تريلا أكبر من هيك لأن في أكبر. فرح تاخذ تيرتين أو ثلاثة أو 4 ما بياخذ أكثر. فاصولية ما بياخذ أكثر. طبعا كل حال خلينا نحط هاي لتحت. الفاصولية قربت تخلص. النهارده رايح جاي هنا
خلينا نحطها هاي للأرض رقم 12، نحطها جنبه يعني بدل ما يعبي، وأفضيها بالصوامع اللي عندي، ومن الصوامع اللي عندي بعبي بالماكينة. إيش رأيكم؟ إنه هو أقرب للصوامع، والله الاثنين أقرب للصوامع. وين عقل اللي بدي له هذا؟ نسيت أنا. وقفت شوي أشوف وين بدنا نفضي هذه الأرض الثالثة. بدنا نفضيها بالترانسبورت كامباني. هاي ما هون. لا والله بروح نفضي مباشرة، اشرح لي. بدي افضي له بالشركة. لا والله بروح افضي مباشرة بالشركة، يعني هي اقرب صح؟ صحيح. والله كل حال خلينا نطلع على اليسار. بدنا نروح. ذكرت انا تذكرت ايش بدي اسوي. بدي اروح اعبي للبقر. تركك من هذا ومن هذا، او انا بقول لك ايش بعمل. هذا التراكتور احتاجه صح؟ طيب انا ايش بدي؟ طيب تعال تعال صفر لي هذا التراكتور هون. انا راح اقول لك ايش راح اسوي. انا في عندي التراكتور على فضي صح؟ ايوه صلي هاي. بدنا نحط هاي هون بالوتش هون يعني اوفر مشكلة كذلك تماما. حلو. هلا بنروح ناخذ هاي هي والتريلا اللي موجودة عندي. يا بنروح نخدم لصاحبنا هذاك، نعبي له تريل تاير، نعبي سيارة بطولة. هو صار الفيديو طويل، بالفيديو الجاي بنكمل تجهيز ال شو اسمه له الحصن. خلاص ما تركب ما تركب عمي هيك. بالفيديو الجاي بنجيب الأكل، بنظبط الحصن، بنجهزها. يعني هلا شوفوا الحصن هون. هل تشوفوا بدأت رياضة؟ بس انا سويت رياضة؟ لا لسه ما سوينا رياضة صح. بدون ووتر وستراي. اوه بدنا ماكينتين، بدنا ماكينة ستراي كمان. لما ينسيناها. لا الستراي بياكلوه صح؟ لا مالك ياكلوا الستراي، الستراي بيحطوه تحته. يعني بدنا ماكينة ترش الستراي كمان. هي اجباري فيديو جاي، بدها اموت لاني ما خرج استفيد من هدول الماكينات الموجودة هون. غاليات كثير. وين كان عندي ماكينة ستراي؟ وين كان عندي ماكينة ستراي؟ هلا بطلع بالكراج تبعي. انا متاكد ماني مشتريها، بس اللعبه هي لحالها كانت حاطه معي موت. صارت 80% تحت خالص. معلين نروح على بعد مين نسويها. ليكو صاحب من هذا ولا تعال فضي ولا فضي. شلونك يا غالي؟ ايش اخبارك يا غالي؟ ما فضلت كل 80%. الثاني والله اروح هذا على كفة هذا فاصوليا كترة فرد كترة عشق الصفحة. والله يا خوفي هاي سيارة الشحن قد الهديكة اللي بتشيل. اسم سيارة شحن فاضل.
وبيكون لهون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم، شكرا للمشاهدة. ان شاء الله بالفيديو الجاي بنروح بنجيب لهم المي وبنظبطهم وبنجهز حصننا. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.